السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. فيديو اليوم كيفية تحديث التهكير بين أجهزة إلى بلاي ستيشن 3 إلى 4.87 آخر إصدار نزل بالنسبة إلى الهان هو 4.86. اليوم راح أبين كيفية التحديث هذا إلى 4.87. فكل شيء راح تحتاجه موجود في الروابط أسفل الفيديو، وحتى إذا كان الإصدار مالتك أقل من 86 تقدر ترقيه وتحدثه إلى 4.87 شغال بدون أي مشاكل وأسلس، وكذلك أكيد راح يكون مستقر وما يطلب تحديث، لأن هو هذا آخر تحديث لحد الآن وصل بالنسبة إلى أجهزة بلاي ستيشن 3. أول خطوة راح أسويه للجهاز هو راح أحمل السيستم المعدل على فلاشه، وتكون هاي فلاشه مفرمتها على فات 32 اكيد، فتحتاج فلاشه. اللي يسأل دائما يقول لي هل الا فلاشه؟ اي الا فلاشه حتى تقدر تعدل وترقي النظام، فاحتاج فلاشه، والفلاشه انزل بيها النظام موجود في رابط اسفل الوصف، فاضغط على الرابط راح تظهر لك هذه الشاشه. بعد ما تظهر لك هذه الشاشه راح نروح تحت هنا عندك الخيارات الموجوده عندك، تقدر تنزل اي اصدار انت ترغبه، اللي هو 87 86 85. احنا نريد اخر اصدار اللي هو 87. وقبل ما ابدي لا تنسى من اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. فلكي اتحمل هذا النظام التعديل اخذ على 4.87، اضغط عليه راح يطلع لي عندي هذه الواجهه، اضغط على رابط التحميل فراح يتحمل عندي على شكل ملف، واضغط افتح الملف المضغوط ونرار عندك. بعد فتحت لاحظ هنا عندي الملف، فمثل ما حتلاحظون امامك هذه هي الفلاشه. الفلاشه طريقه عملها كلش بسيطه، فرمتها فات 32 وداخلها تلاحظ هنا PS3 بالكابيتال لتر داخله فولدر، وداخل PS3 فولدر ايضا مكتوب عليه ابديت باللغه الانجليزيه كابيتال لتر لازم حتى يقرا الجهاز. وبعد داخل هذا راح اجي استنسخ النظام اللي هو المعدل والصقه داخل فولدر الابديت. من بعد عمليه اللصق اقوم بتغيير اسم الملف، لازم اغير اسمه ولا ما يقرا ايضا الجهاز بلاي ستيشن 3. راح اغيره الى PS3 ابديت مثل ما موضح امامك، وكابيتال لتر اكيد. الان صار عندنا جاهز، طبعا اكيد راح اعيد عندك نفس الخطوات اللي نفسها في 4.86 وغيرها، اربط الفلاشه واروح على السيستم ابديت، راح اروح على استخدام الفلاشه ثاني اختيار، وبثالث اختيار راح اقول له يس، وتلاحظ هنا يقول لي هو 4.87.1 هايبرد انكسد، هذا هو من استخدام الفلاشه، اقول له اكيد يس وانتظر راح يرست الجهاز. وبعدها تلاحظ هنا نجي على الخيارات هذي افعلها مثل ما هي امامك، وتلاحظ هنا عندي الاصدار اتحدث. بعد تحديث النظام راح اروح على المتصفح، من المتصفح حتى اقدر اشغل الهان. لحد الان احنا نزلنا النظام المعدل، بعدها الفقره الثانيه راح نجي نصب الهان، وتنصيب الهان لا تنسى تحتاج انترنت والجهاز مربوط عندك على الانترنت، ولكن تعمل نفس الخطوات اللي سويناها ب 86، راح تنظف كل الهيستوري وتدخل على الرابط اللي موجود في اسفل الوصف. تلاحظ هنا نظفت هسه الهيستوري، مثل ما انظف الخطوات نظفه كل الهيستوري حتى ما يصير عندك مشاكل في تنزيل الهان.
بعد ما كملنا تنظيف جميع الملفات في المتصفح نكتب الموقع اللي هو bs3explode.com اللي واضح امامك تحت كتبه وتحفظه في المتصفح. راح تظهر لك عندك هذه الواجهة. من هذه الواجهة راح نحفظ المتصفح اكيد قلنا. وبعدها راح نختار على ثاني اختيار. بالثاني اختيار راح نضغط عليه. واختار ثاني اختيار. ننتظر الى ان تتحمل الصفحة. هنا يبينك الخطوات كيفية تنزيل الهان هو كاتب فيها. يقول لك اغلق المتصفح، بعدين عندك اوبن ريموت بلاي اند كويك ويوز يو اي كود داونلود، راح تظهر لي اي كود على مود انا اصب، بعدين عندك رست بعد التنصيب. اجي اطبق الخطوات. فاخرج بدا المتصفح. بعدها راح ادخل على الريموت بلاي وافعل مثل ما هو موضح امامك. واروح على انستل هان اللي ظهرت لي عندي من ضمن نفس الليسته مال المتصفح. اضغط على انستل هان واضغط على انستل، انتظر الى ان يقوم تحميل الهان ثم يخرج هو وحده. وراء رست الجهاز، بعد ترسيت الجهاز ظهرت لي عندي أيقونة الـ Enable Hand بالنسبة للإصدار الجديد. واجي فقط اضغط عليها. الجهاز مربوط بالانترنت غير مفصول ورأس تفعل عندي. والان تقدر تنصب الملتي مان او تنصب العاب باكج فايل وغيرها. بالنسبة الى طريقة تنصيب الملتي مان موجود عندك الرابط في اسفل الفيديو. نفس الملتي مان تقدر تنزله شغال 100%. وهذا كان فيديو سريع حول تنزيل اخر اصدار البلاي ستيشن 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.